بلاتي. السلام عليكم، تحية الناس ديال مدينة المضيق في نطاق عمل الصيد البحري المعروفة، مدينة السياحة والعامة. كنهضر لكم على مناسبة خلال الشهر العيد الأضحى المبارك ديال الماشية، تكون غالية كيقولوا غالية الماشية، ولكن الفلاحة هما اللي كيرخصوها، وهاد الشناقة هادوما اللي كيجيو كيضربوا التابوس في الحوالة، هادوما الناس خصهم يجريو عليهم في الأسواق ديال الماشية، هادوك هما اللي كيغليو الحوالة وكيغليو هاد الشيء، هذا خصهم يجريو عليهم المواطنين. وإن شاء الله الدراويش كاملين غيعيدوا، اللي عنده اللي ما عندوش حتى هو غيعيد. كلشي غادي يعيد خاي منير، اسمح لي نقول لك واحد الحاجه، كلشي يعيد، احسن عيد عيدوا بالفروج، احسن عيد واخا يعيدوا بالغلمه بالفروج واخا بايدي حاجه يعيدوا، المهم هي يذبحوا السنه النبي صلى الله عليه وسلم. اجي انا جايز نطحيه ولا لا؟ لا، والانسان الحولي الغلمه، ولكن خصهم ما يكونش الغلمه عند الحبوبه ولا ما تكونش نيت ولا عين عوره ولا القرون مهرسين ولا بزاف د الحاجات ولا رجل مهرس، راه كيهضروا على الناس هذوما فكيني في الكسابه في الكورنه، داك اللي كتجبر عندهم الحواله كيضنقوا على الناس. اجي الحولي ودا كانت فيه الحكه، ما كاينش نضحيه، خص الحاجه تكون كتقرب يا الله سبحانه وتعالى عز وجل، خصها تكون مسؤوله من الذنوب ومن الخطايا ومن كل شيء، خصها تكون. ايوا اخواتي، كنتمنى كل شيء عيد، وكنتمنى حتى خاي منير راه بدو كيكافح باش يشري شي حولي ان شاء الله، والله يرحم الام ديالو، وراه عزيز علينا هاد منير ان شاء الله. انتم كتعرفوا الوضع عندنا خايب دابا، منير خصها تكون عنده في هذه الدوله، خص يكون عنده تخليصه، والله العظيم خص يكون عنده تخليصه، لانه هو بدو كيخدم على الاب ديالو، عنده اخواتو، وهانتوما كتشوفوا اخواتي ماشي عمار بوطه ها ديال مدينه المضيق وماجوره، مدينه المضيق والعاصمه. وكنتمنى شي واحد اخواتي يبان يشري شي حاولين الاخ منير، لانه هو اللي غيشري، اللي بغى اخواتي تعاون مع منير، بغى يتواصل معايا يشري له شي حاولي، ولكن يكون نقي. تحياتي وتحيه الاخوان، وشكرا على هذا اللايف وعلى هذا المباشر وعلى الاخوان ديالنا اللي سمعونا. وتصور اخواتي منير فين ما كانت شي جنازه ضروري وصله، واحسن صوت كيكون في الجنازه. وتحياتي خويا منير، تحيه الاخوان ديال مدينه خواتي اللي بغى يتعاون مع منير شي حاولي عنده زايد وبغى يعطي الاخ منير يتواصل معايا، الله يزيد له ميزان حسنات. شكرا الاخوان، تحياتي اخواتي. ها